سجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق عليه، وذلك تأثرا بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة. عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت جلسة مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا السفير أمان ديبجال، حيث تناولت المباحثات أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي وفرص تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة. جاء ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية والتي عقدت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الأول حتى الثالث من أكتوبر الجاري. وخلال اللقاء أشاد طلعت بالجهود المبذولة لإصدار الاتفاق الرقمي العالمي الذي يمثل مرحلة جديدة في الأجندة العالمية للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن أولويات استراتيجية مصر الرقمية تأتي تماشيا مع أولويات الأمم المتحدة، بما في ذلك حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات التعلم الآلي وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت. صرح وزير الإسكان شريف الشربيني أنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لعام 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لائحته التنفيذية، والذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات القانون. أوضح وزير الإسكان أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفية احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ليكون دليلا وعونا لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مجموعة الغانم الكويتية تعزيز استثمارتها في مصر بمجالات الإنتاج النباتي والدجن والحيواني والسمكي والتصنيع الزراعي. وتناول اللقاء زيادة استثمارات مجموعة الغانم في مصر وتوسيع نشاطها بحيث يتضمن الأنشطة الزراعية المختلفة. وأكد وزير الزراعة أن الدولة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة العربية، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط وتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 10%. أما على صعيد التداولات فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر بنسبة 8% إلى 78 دولار و24 سنت للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 81% إلى 74 دولار و31 سنت البرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 85% لتصل إلى $2.31 للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.54% لتسجل $2.92 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أغلق مؤشر بورصة أبو ظبي على انخفاض مواصلا الخسائر للجلسة السابعة، بينما أنهى مؤشر دبي سلسلة خسائر استمرت لخمس جلسات. وهبط المؤشر القياسي في أبو ظبي 4%. في المقابل أغلق المؤشر الرئيسي في دبي مرتفعا 2%. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة ورهام لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكراً لك ليلى.